الحقيقة إن محمد أبو تريكة مشهور بمواقفه الإنسانية تجاه الناس والبسطاء زي ما هنشوف كده. ويكفي هذه التحية، يكفي هذا التصفيق، وتكفي هذه التحية الكبيرة من الجمهور الجزائري المحب والعاشق لمحمد أبو تريكة. لسه كنا بنقول شعبيته كبيرة محمد أبو تريكة في الجزائر وفي كل البلاد العربية الحقيقة. فعلا تغيير تكتيكي من جانب مانويل جوزيه، تغيير تكتيكي لاستهلاك بعض الثواني. إذن هذا هو محمد أبو تريكة يتلقى التصفيقات حتى من الأنصار الودادية. ما شاء الله، مسار جميل وجميل جدا، أسعد الملايين هناك. كابتن محمد أبو تريكة كابتن، مع احترامي لأي حد، مش محتاج اللي هو كاميرا تمشي وراه أو صحفي يتكلم عليه. كابتن محمد ابو تريكه ده ما حدش كان بيشوفه بيعمل معانا ايه كناشئين احنا طالعين. كابتن محمد ابو تريكه، انا عارف الكلام اللي انا اقوله ده ممكن يزعل مني فيه، والله العظيم كان بيديني فلوس اوصلها الناس عندنا في الزاويه. وحياه ربنا يا كابتن، كان بيديني فلوس وانا مخلص تمرين كده يقول لي عفروت تعمل كذا كذا، والله العظيم كمان مره. ده راجل متربع على الاصول، ده راجل فاهم الدنيا ماشيه ازاي، راجل محترم، راجل مش مستني اي حاجه من اي حد، مش مستني كاميرا تجري وراه ولا مستني اي حاجه. الو، السلام عليكم محمد. انا شكلها رجعت. كابتن محمد ابو تريكه معايا؟ ايوه حبيبي، عامل ايه؟ كويس الحمد لله. انا اسمي خليل ياسر السيد. اهلا بيك يا خليل. انا عندي سرطان في الغدد الليمفاويه. ربنا يشفيك كده يا خليل ان شاء الله. وبتكلم من الاوضه بتاعتي، ونفسي اقول للكابتن محمد ابو تريكه حاجه. اتفضل يا خليل. ممكن يسمعني؟ اتفضل يا حبيبي، اتكلم، انا سامع. ابو تريكة، انا هاديله قصيده شعر، يا ريت تسمعها مني بالنيابه عني وبالنيابه عن المستشفى. اتفضل يا حبيبي، اتكلم. ابو تريكة يا فنان، انت بجد صحيح انسان. سافرت او ما سافرتش، في القلب ليك مكان. اطفال 57 تهديك احلى تحيه وتقول لك بقلب فرحان بنحبك في اي مكان. دي حكايتك، دي حكايه ما تتوصفش في روايه، دي قلوب بجد بتدعي لك ومن قلبها بتهدي لك احلى تحيه واحلى واحلى سلام لاجدع واصدق انسان. بنحبك وبنستناك، وقلنا وقلوبنا معاك، وبجد شرفتنا واحلامنا شاركتنا، وهو جه الوقت خلاص. بالمناسبة، مانويل جوزيه فتن على محمد أبو تريكة وقال إنه مانويل جوزيه بيقول إنه محمد أبو تريكة خدني المستشفى 57 دي وخلاني يعني أقنعه يعني بإنه يشتري سرير يعني أو غرفة باسمه، باسم جوزيه، عشان تبقى يتعالج فيها الأطفال الغير قادرين. وبيقول إن عملت كده لأن لقيت أبو تريكة عامل كده، ده جوزيه اللي قال، وهو اقنعني اعمل كده. فالحقيقه ده بني ادم اخلاقه كده،